إنه سوق الذهب يستقبل موسم الزفاف، لكنه يتزامن هذا العيد مع ارتفاع حاد وغير مسبوق في الأسعار، وهو ما قد يهدد أصحاب المحال بغياب صورة الإقبال على بضاعتهم والتي تتكرر كل عام في هذا التوقيت. البيع والشراء دلوقتي ضعيف جدا خالص، وده طبعا بسبب موضوع الأسعار، فبيبقى في عدم مصداقية. ممكن الزبون بيجي يسأل يتصل الذهب بكام دلوقتي، مثلا بنقول له مثلا ب 300 جنيه، بعد ساعة يبقى ب 305 310، فيبقى مفيش عدم مصداقية، فالزبون طبعا يقلق ياخد بعده ويمشي ما يشتريش. زاد ان ارتفاع الاسعار طبعا يبقى صعب على الزبون كتير جدا، لان السعر كتير طبعا 300 310 315، فطبعا كتير على الزبون كتير. ومن أجل مواجهة هذا الركود الملحوظ، لجأ عدد من صناع وتجار الذهب في السوق المحلية إلى تخفيف أوزان قطع المشغولات المطروحة في الأسواق، وذلك لتنشيط حركة البيع. يعني الخاتم بدل ما كان بيطلع 5-6 جرام أو 10 جرام ابتدى يطلع 3-4 جرام علشان يتقلل من سعره ويبقى في تناول الناس إنها تشتريه. بالنسبة لكل المشغولات برضو كحلقان ومثلا ميداليات وحليات، كل ده ابتدى يتخف وزنه أولا. لم تقتصر حيل التجار لتشجيع الشراء عند حد تخفيف الأوزان، وإنما تم طرح عيارات جديدة إلى السوق بالإضافة إلى العيارات المتعارف عليها في الأسواق المصرية. العيارات دي متواجدة من زمن بعيد، وهي بتبتدي من عيار 9 وعيار 12 وعيار 14. ده العيارات اللي بتلي عيار 18. فالعيارات دي طبعا تمنها أقل عشان نسبة الذهب فيها أقل، لكن للأسف هنا في القاهرة أو في مصر بالذات في العميل ما بيحبش المشغولات دي علشان خاطر عيارها أقل. هم بيحبوا 21، دي عامة الشعب وخصوصا البلاد اللي هي الأرياف. وكانت بعض ورش الصاغة قد أغلقت أبوابها، بينما اضطرت بعض المحال لتحويل نشاطها إلى العمل في الذهب الصيني والفضة والإكسسوارات هروبا من شبح الركود.